بعد 5 أيام في هذا البلد الجميل وصلت إلى نهاية رحلتي إلى اليونان، هذا بلد استثنائي جنوب أوروبا. هذا المكان اللي كان قبل 2000 عام مهد موطن الحضارة في العالم وأساس الديمقراطيات اللي نعيشها في القرن 21. وحاليا من هذا المكان بزور أهم المتاحف في العاصمة أثينا، متاحف مثل متحف الأركيولوجي ومتحف بيناركي، وبعدها بكتشف أهم الشوارع اللي فيها أشهر المعالم في هذه العاصمة الجميلة واللي طبعا تستحق الزيارة. أنا محمد، أنا محب للتاريخ والتصوير والسفر. هذا الفيديو الأخير من العاصمة أثينا، أجمل عواصم جنوب أوروبا. وإذا عجبك المحتوى لا تردد سوي شير ولايك سبسكرايب. استمتع. صباح الخير كالميرا، هذا ثاني يوم لي في اليونان، تحديدا من أثينز العاصمة. فأنا الحين في أحد المناطق اللي تقريبا ثلث ساعة من الأولد تاون، بس يقولون إنها منطقة خطرة بالليل، لاحظتها بالليل، بالنهار لا شوية أفضل. شوف شلون العماير، يعني أغلبها فيها يعني مظلات، لأن لاحظته إن الشعب يحب يقعد بالبلكونة. زين، شوف هني حاطين Freedom to Öcalan، هذا القيادي في الحزب التركي. عموما الحين أنا رايح الأركيولوجي ميوزيوم ومتحف الآثار اليوناني، صاير من هني تقريبا ربع ساعة، بعدين بروح متحف جميل، متحف إسلامي اسمه بنداري، بعدين بروح الأولد تاون فيها كم معلم ما خلصهم عشان أخلص من أثينز، وباشر بروح رحلات برا أثينا. ف يعني الله يكون في عوننا وعونكم. هذا الأركيولوجيكال ميوزيوم، هذا متحف الآثار اليوناني في أهم القطع في كل اليونان. نبدأ بشكله بحد ذاته جميل، يعني تخيلوا مسوينا بهذا الشكل، فتذكرتها بروحه، ويعني يعتبر الثالث ورابع أفضل معلم هني، لأن في القطع الفنية الأصلية. يعني أمس رحنا إحنا مسيني القطع اللي داخل الكواليتي او القطع الزينه مسوي لها ريبليكا مو اصليه، الاصليه كلها هني. فتخيلوا ان بكل موقع اثري القطع الاصليه خذوها وحطوها في هذا المتحف. فكانت تقريبا ربع ساعه مشيه، الناس قاعدين برا، ما ادري الظاهر ما فتح، يفتح بعد 5 دقائق. وهذه هني أثينا ولاية أثينا، يعني وايد محفوسة. الحين التيكت، هاي التذكرة ب6 يورو. دخلت المتحف، أول ما دش لازم أتشيك هذه الشارت. زين، هني اغلب الاثار الفنيه ماخذينها من هذه القطع، وكل لون يمثل عن حقبه، هذا الحقب، وهذا تشارت حق اهم القطع اللي موجوده داخل متحف اليونان الاركيولوجي. هذا المتحف الجميل اللي يضم اهم القطع الاثريه المجمعه من كامل اليونان. افتتح هذا المتحف الضخم بالعام 1129 في منطقه الجينة، لكن تم نقله لاحقا إلى هذا المكان بالعام 1858. واليوم يعتبر متحف أركيولوجي من أهم المتاحف
في العاصمة اليونانية أثينا، ذلك أنها تحتوي على أهم القطع الأثرية المكتشفة في كامل اليونان. هذه سيوف وخناجر من البرونز، بس المسكة من الذهب، لذلك ما تأثرت بالأعمال يعني بالجود والتعرية. قبل اليونانيين في مثنى لما يموتون طلهم ماسك على وجههم، فهذا الماسك من أحد القبور، وشوف شلون يعني ما تأثر، لأن ذهب، الذهب ما يتأثر. هني كلها من حضارة مثنى أو مسيني، كلها ذهب. المتحف ضخم وفي العديد والكثير من القطع الأثرية التي تستحق الرؤية، لكن إذا الوقت محدود فيجب عليك زيارة القسم اللي فيه قناع أجممنون. هذا القناع الجميل اللي عثروا عليه في منطقة مسيني اللي زرناها أمس. كذلك رؤية تمثال زيوس، هذا التمثال الجميل اللي موجود بحالته السليمة والجميلة. واللي لاحظت أن المتحف كان مزدحم بالطلبة اللي كانوا في زيارات مدرسية مع مدرسينهم. هذه قطعة موتة لقوها في أتيكا، كان في اليونان، ويقول يعتبرون أنها من 410 قبل الميلاد. لأن هذه قطعة ثانية موجودة قبل 430 قبل الميلاد، فتخيلوا يعني تقريبا 2500 سنة هالقطعة. هني المحركات النيفونس، هذا هيركليز ولابس يعني جلد أسد، زين، ويعتقدون أنها من القرن الثاني. شلون القطع الفنية يلقونها تحت الأرض، لازم يحفرون عشان ينفونها، عملية طويلة ومتعبة، عشان هذه تأثرها في العوامل الجوية، هذه تأثرها أقل شوية، والطلبة كل مكان يعني نوعا ما مزعجين فيه، بس خوش طريقة تعليم. طلعت من المتحف، أمانة يحتاج وقت، يحتاج خطة، لازم الواحد يعرف شنو بيشوف. فطلعت من هني، وهذه هي أثن، وايد وايد يذكرني في القاهرة، يعني وسط البلد وهالأماكن، صايرة نفس عمارات ملاصقة في بعض. أعتقد يعني كذي راح تكون مصر إذا ما سووا الانقلاب، انقلاب 52 أعتقد اللي قام. للأسف النت فجأة قطع واستخدمت التاكسي، فقلت حق التاكسي بروح حق بناكي ميوزيوم، فطلع فيه اثنين فوداني الغلط بناكي الأصلي، فبصت فطلع فيه يمه بيزنتيوم ميوزيوم لصالحي، فقلت يلا خل أروح الأصلي وأروح البيزنتيوم، وإذا مداني أروح أزور البناكي الستامك آرت، لأن أنا يعني أحب الستامك آرت. شوف شلون الحين اي مكان دخله. صلت ناكي. One ticket is a 12 right? One ticket is a 12. Yes, okay. تذكرة واحدة 12، وعندهم أكثر من متحف. دخلت المتحف بناكي، وهذا بناكي، بناكي طلع يوناني بس مولود في الكسندرية، مولود في الإسكندرية مصر، وهو كولكتر يعني جامع للتحف، وعنده أكثر من 5 متاحف. هذا المتحف مختص في الجريك كولتشر، في عنده واحد استاميك آرت وغيره 3. من حظي إنه
المتحف اللي بروح اليوم مسكر، فيابني المتحف الغلط، ولكن هذا مفتوح. هذا هي القطعة اللي موجودة في أهل الرمح، كانوا يستخدمونها في القتل. هذه تخيلوا من القرن تقريبا 5 قبل الميلاد. كلها قطع فنية، يعني من واحد جامع كولكتر. هذه خوذ كانوا يستخدمونها قبل أيام الحروب من القرن 4 قبل الميلاد. هذه قطعة كانت موجودة في الإسكندرية، بما أن كولكتر شراها عرضها هني. متحف بيناركي، جوهرة متاحف أثينا. هذا المتحف اللي أنشأ بالعام 1930 لصاحبه جامع القطع الأثرية المشهور أنطونيو بيناركي. قرر أنطونيو عرض هذه القطع الجميلة في قصوره المنتشرة في أثينا، وأهم متاحفه هو المتحف اليوناني والإغريقي والبيزنطي والإسلامي. واليوم هذه المتاحف تضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية مهمة من تاريخ اليوناني والبيزنطي والإغريقي. وإذا كنتم مستعجلين، يجب عليكم زيارة صالة اللي تعرض أهم تحفة فنية موجودة في هذا المتحف الجميل، وهي لوحة تيودور بولاكس اللي فيها رسم ترنيمة للسيدة العذراء واللي رسمت بالقرن 17. بسبب شهرة هذا المتحف، فإن الكثير من القطع الأثرية موجودة خارج أسوار هذا المتحف بسبب مشاركتها مع أهم المتاحف العالمية مثل متحف الآثار بنيويورك وكندا وأستراليا. المتحف وايد حلو، ما توقعت انه فيه قطع أثرية إغريقية وبيزنطية، والحين ملابس اليونانيين القديمة كلها قطع فنية أو قطع أثرية أصلية، لذلك ما توقعت انه راح أصل هذا الشيء بالمكان. الحين ندش إلى قاعة غريق كالتشر. هذا اللبس كأنه لبس سوري حلب أو دمشق، أشوف هذا اللبس وايد طربوش. كذلك هذا بخارج فيه غرفة كاملة شراها بيناركي، جابها من مقدونيا فركبها مثل ما هي. شوف شلون المداخل العثمانية قبل شلون صايرة. هناك غرفة ثانية، هذه صورة توضح شلون حياة أيام العثمانيين تقريبا بالقرن 19. هذه صورة أيام العثمانيين، صورة هم حق أثينز بس من زاوية ثانية. متحف وايد حلو. هذا هي الأركيوبوليس. الحين استراحة محارب في كافيه بيناركي. هذا اليوم صرفتنا سلطة جريك سالد، هذا تشيز، طماط، بس دائما قطع الطماط كبيرة. في هني زيتون صوص. هذا شيء طبعا فيو جميل. يا أحباب، المتحف وايد 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 حلو، يعني صدق جميل وسعره يسوى. فيه تقريبا من الحقب الإغريقية والرومانية والبيزنطية، وكلها يعني أعمال خاصة كولكتر واحد جامع معهم طول حياته عرضهم هني. فأنصح بشدة أي واحد في أثينز لازم يمر هذا المتحف. لازم أطلع.
هذا يا جماعة خوش متحف، حتى المبنى من يعني من أمام شكله جميل. شريت لوحات وقطع فنية من الشاب مالهم. الحين نقدر نسوي تك على بناكي ميزيوم، وفي 5 متاحف بس هذا الأفضل غريك كلتشر. بس في واحد ثاني اليوم مسكر اللي هو الإسلامك إسلامك آرت. فالحين بنروح حق هم آخر شيء هيدينيان لايبرري. أعتقد هالصوب لازم أمشي تقريبا 18 دقيقة. من شلون حاطين رامب عشان الأربعة أطفال وكراسي واقفين. وصلت سانتيغما سكوير، هذا هو المركز الرئيسي او يمكن اكثر محطه مزدحمه في اثينز. من هنا يعني كل الاماكن تؤدي الى سانتيغما، فاذا بعبر الشارع بلحق الناس. بعد 5 دقائق أوصل وجهتي، بس أعتقد المكان راح يسكر لأن كل شيء يسكر الساعة 3. بس بالطريق شفت هذه الكاتدرائية، يقولون 500 سنة على إنشائها، بس شكلها عديد، يمكن مرممينها أو يمكن يصون علينا. بس هل أكمل دربي لأن شكلها ما شوق، وشلون أحياء، هذه أحياء قديمة. بس أعتقد يعني دموا القديم وبنوا بداله شيء جديد. هذا الهيدينيان لايبرري باقي 10 دقائق مسكر. تتوقعون اقدر ادش ولا ما اقدر؟ اعتقد هذا اللي على هذا هو الموقع، اعتقد سكر. هذه هيدينيان لايبرري اعتقد سكرت، كان مكتوب لاست انترنس 42 وللأسف الحين 3. بس هذه شكلهم برا، للأسف ما قدرت أدخله. كل المعالم اللي في الأول تاون تسكر الساعة 3. يعني هارد لك، والآن تأخرت. أنا كانت تقسيمتي حق الجدول اليوم مو سليمة، كنت مفروض أجي هني بعدين أروح حق بيناكي ميوزيوم. عموما هو يعني سايت من المواقع الكثيرة اللي موجودة هني، بس هذا الموقع روماني. شلون يعني الأنقاض موجودة، كانت على الأغلب مدفونة تحت الأرض وتوه يستكشفونها وتوه يطلعونها. هذه كلها كانت قبل مساكن أيام العثمانيين، بس يوم انطردوا العثمانيين عقب ثورة 1921 أي شيء عثماني للأسف اليونانيين دمروه.
هذه هي سوعات الأخيرة في الأولد تاون مونتسراكي، هذا المكان الأثري القديم أو هذا المركز. في مسجد وساحة في كدرائية أرثوذكسية بسيطة. عموما هي الأحياء القديمة، الأحياء الجميلة، أنا أحب كل شيء قديم. نعم، مباني يعني مشابهة للمباني الإيطالية. أثينا نفس روما، كل شيء قديم تحت الأرض، فقط لما يحفرون شيء، يحفرون حق المترو أو حق أساسات مبنى قديم أو يسوون مبنى جديد، يشوفون في أثار منتشرة على كل مكان، على خاصة المنطقة القديمة. هذا هني تخيلوا قاعد تمشى والحصل هذا المعلم، هذا غالب الظن روماني. أمس صديقي الجايد فيدر يقول شكرا للرومان، لأنه من خلال الرومان عرفوا تاريخهم. مثلا هذا المبنى، هذا مبنى روماني مكتوب فوق باللاتيني، هذه طبعا اسمها الرومان أغورا، أمس كنت فيها. تخيل أن هذه كانت تحت الأرض، وهناك هذا الانشنت أغورا اللي هي اليونانية، شنو مسافة قريبة من بعض فوق الأركيبولس. فهم يقول ثيودور صاحبنا يقول أن كل مدينة كان عندها أركيبولس، وأغلب أو كل الأركيبولس يحطونها على أعلى مكان. فهني مثلا أعلى مكان في أثنز هذه التلة، فحطوها فوق. أركيبولس يعني معبد، وأغورا يعني مكان للحديث الكلام، جاية من كلمة أغور اليونانية. هني هذه شلون الأعمدة عبارة عن قطع يركبونها فوق بعض ويحطون نفس عمود أو حديدة بالنص فيصير العمود. يعني not bad. أنا مرة ثانية لازم أجي وأقرأ أكثر، يعني حق اليونان ما قرأت بما فيه الكفاية، بعكس المدن الثانية اللي أزورها قرأت تكون أفضل. الحين خل نروح الأولد تاون عشان نروح بعدين فندق. الحين تقريبا كل شيء قاعد يسكر من المعالم. هني رحلات من مونتسراكي أريا، مثلاً ميكونوس، ناكسوس، سانتوريني، فيني، ميتورا، أرغوس، دلفي، هاي كلها نقدر أو تقدرون تأخذونها من هذا المكتب، مكاتب أخرى وايدة. ولا يونانية، أنواع بستاشيو، والنوت هاني. هاي هذا اللي بخلفي اسمه يولو ستريت، هذا البازار. هني كله شغل تقليدي وتحف ويعني أمور تذكارية. وهناك طبعا أركيبولس وأصوب والشارع الحديث. هذا الحي اسمه بلاكا أو بلاكا، أعتقد بلاكا. هني كلها محلات حديثة، يعني زارا، أتشنم،
ماك سبنسر، و يعني مقاهي قهاوي في أطول شارع تسوق في اليونان، اسمه والله ما نسيت اسمه الحين، بعبر اسمه قادر لأن سيارات كثرة يعني. كان عجبني، غريب شكله، عندهم لاب كان nice place. Yeah, yeah, please. What kind of tea is it? Is it green tea? It is sage, verbena, and mountain tea. All right. Cheers, thank you. Our tea. Hello, Mala. I spotted it. ريحته وايد حلوة، يعني هذا نوع من السيراميك أو ما يسمونه هذا، ولا تعرفهم فوق في قاعدة على التي. أتمشى في أحد الشوارع الفرعية، يعني لوية شوية هذا. كبوت، كبوت مقدس شلم إيراني جديد، الكل يمدحه، مكتبة بس ما فيها كتب إنجليزية. أعبر الشارع ولا ما أعبر؟ أعبر. إن هذه خرج قهوة قعدت فيها. هاي. هذا حلو. هاي قهوتنا. قهوة تقول يونانية. وباليونان دام هذا الفيو. هذه مكتبة. هلا كتب هذا اليوناني. عليكم كتب top 10 تاب برنس هاري أبو كتاب، بعدين كتب ما شان هذا كتاب عن هتلر لبكير، أبو كتب إنجليزية ظهر ما عندهم. وأعتقد على كذي ومن هذا المكان من ستيغما سكوير المركز الحيوي في أثينا لازم أنهي يومي. هذا يوم كان سريع لأن بعد شوي لازم أروح منطقة ثانية عشان عندي رحلتين باكر. أتمنى أن عجبتكم أثينا، أثينا يبي لها 4-5 أيام. أنا يعني حاولت خلصها على سريع، لكن فيها فوق 200 متحف، فيها فوق 300 موقع، فيها أسواق وايدة، فيها معالم كثيرة، الأكل غريب، الناس طيبة. فأتمنى عجبتكم الرحلة وأتمنى تزورون أثينا. يلا. بعد 5 أيام في اليونان الجميل انتهت زيارتي إلى هذا البلد اللي تمنيت زيارته وأنا صغير. عملت 5 فلوقات أتمنى أنها عجبتكم. غدا أنا في زيارة إلى بلد أوروبي صغير يقع بمنتصف البحر الأبيض المتوسط. وإذا عجبتكم الرحلة لا تترددون سووا شير لايك سبسكرايب. يعطيكم العافية.